فوق الولاء للوطن بنفس الحدة تحدث، وهي حدة مطلوبة، حدة مصحوبة بحماسة شديدة، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الشباب. تاني بقول شباب مصر، شباب مصر، أنا محتاجك، مش بقول رجالة مصر، بقول شباب مصر، أنا محتاجك تجري معايا. ليه؟ لأنك أنت عندك براءة أكتر من أي حد تاني، وعندك همة أكتر من أي حد تاني، وعندك إخلاص أكتر من أي حد تاني. فأنا محتاج ده، محتاج البراءة بتاعتك، محتاج إخلاصك، محتاج أمانتك، محتاج جهدك. طبعاً الحاجة للشباب ولإشراك الشباب في العمل السياسي وفي العمل الميداني وفي كل قطاعات الدولة مطلوب، وهي دي المشكلة، إنه حتى الآن لا يؤمن البعض بإدماج الشباب. ومشكلتنا زي ما أنتم شايفين الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بإدماج الشباب في الحياة السياسية وأن يكون في طليعة المشهد. قولوا لنا بقى كم حزب كده قدم في صفوفه شبابا؟ مش هتلاقوا. وبالتالي هنا المسؤولية مش مسؤولية السلطة فقط، ده حتى الأحزاب نفسها لم تقدم شبابا بالشكل الكافي. المسؤول الذي لا يستطيع أن يقوم بأداء مهامه ما يضحكش علينا ويمشي، هكذا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في إشارة لبعض الوزراء هم يعرفون أنفسهم جيدا، ويبدو أنه العين أصبحت مسلطة عليهم، اللي مش قد المسؤولية يمشي. إحنا مش في زمن الاختبار، إن الوزير يقول ما تمتحنوني شوية البلد مش هتتحمل، وبالتالي اللي مش قد المسؤولية يمشي. هكذا أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا التحذير. تعالوا هتكلم على أحداث حصلت في المدارس بتاعتنا والمستشفيات بتاعتنا. التحديات كتير، لا عايزة تردد ولا عايزة يعني خنوع ولا عايزة بطء، عايزة همة غير طبيعية، عايزة معدل حركة غير طبيعي، ما ينفعش المعدل الطبيعي. فبقول للمسؤولين انت مش محتاج ان نقول لك يعني غير انك لو انت مش قادر سيب المكان بتاعك بصراحة كده، لو ما انتش قادر على انك انت تتصدى لمشاكل الامه دي وتنجزها بافكار مش بامكانيات بس. وانا بقول الكلام ده لكم على الملأ. طبعا لانه البعض كان بيسالنا احيانا لماذا تنتقدون انتقادا لازعا لبعض الوزارات اللي بتتعامل، اللي هي الخدميه، اللي بتتعامل مع هموم المواطنين، لأن الوزير اللي بيتولى هذه الوزارات اللي بيتعامل مع مشاكل وهموم المواطنين إما يكون قدها أو يقول المسألة فوق طاقتي، مفيش حد بيقول له اشتغل فوق إمكانياتك، أنت المسألة فوق طاقتك وإمكانياتك، ما ينفعش نسيب ناس تموت في المدارس ولا تموت في المستشفيات. وبعدين اقول اصل دي مشاكل 30 سنه، طب ما خلاص، طب انت جاي ليه؟ ما هو اي حد هيقول دي مشاكل 30 سنه و35 سنه، المهم انه الناس تجد تحسنا. ما ينفعش في بعض الوزارات اللي فيها تعامل مع هموم ومشاكل الناس، اللي هي ما نطلق عليه الوزارات الخدميه تحديدا، هي التي توجه اليها الانتقادات اللاذعه، يبدو انه العين اصبحت مسلطه عليها حتى من رئيس الدولة، وهو يدعوهم انه لو انت مش قد المسؤولية امشي، لانه هتبقى الخطوة القادمة هي الإطاحة ببعض الوزراء والمسؤولين اللي هم مش قد المسؤولية. علينا ان ننجح، النجاح او الموت. ما بقاش في التوقيت الحساس اللي احنا بنعيشه مجال للاختبار، او انه الوزير يقول سيبوني اقعد شوية وبعد سنتين ثلاثة حاسبوني. لا، أعتقد أنه الوقت لم يعد كافياً.